ولمزيد من النقاش حول أزمة الرواتب وتظاهر الموظفين للمطالبة بحلها، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا بك أخي، حياك الله وحيا القناة والمشاهدين الكرام. دكتور، تظاهرات للموظفين للمطالبة بأجورهم متأخرة، إذا كانت الحكومة تسوغ انخفاض أسعار النفط أو تسوغ عدم صرفها للرواتب بانخفاض أسعار النفط، فأين مخصصات الرواتب التي تلتهم ما يقارب من نصف الموازنة كل عام؟ حياك الله أخي مرة ثانية يا عزيز. الحكومة دائما تحاول أن تلجأ إلى التغييرات غير المنطقية وتنسى وتتناسى أنها هي سبب أساسا في أي مشكلة، بما فيها إفلاس العراق وأفراغ من قدراته المالية التي هي زادت أو عن تريليون ونصف تريليون خلال 2003 لحد الآن، وهو مبلغ خرافي بكل المقاييس. الدولة العراقية في كل مفاصلها سواء إدارية والمالية أو المصرفية فيها الفساد احتكم وتحكم، وبالتالي لا يستطيعون حقيقة أن يفصحوا عن الأسباب الحقيقية للمشكلة، ولكن يذهبون إلى تبريرات بينية لأجل تمرير الوقت ليس إلا. وحتى اللي جاء في تقريركم أن شركة ماستر وشركة كي كارد، السؤال لماذا أنت تعاقدت مع الشركات الأجنبية؟ لماذا لم تنشئ شركة عراقية لهذا الموضوع؟ إذن الخلل هو قائم جميعاً في كل مؤسسات الدولة، لأن كلها بنيت على ومن هذه المؤسسات ما جاء على لسان اللجنة المالية النيابية التي قالت بأن تأخر صرف الرواتب يعود إلى صراع بين شركات البطاقات كما تفضلتم قبل قليل. كيف ترون هذا التسويغ من البرلمان الذي من المفترض أن يمثل الشعب لا أن يسوغ للحكومة؟ البرلمان العراقي الوحيد في العالم الذي لم يمثل الشعب نهائيا، ودل على ذلك كما هو معروف أن نسبة المشاركة الحقيقية لا تتجاوز 15%، وجميعها كانهم أطراف معنيين 18% من الأحزاب المذهبية الطائفية والمستفيدين واللصوص وأعوان اللصوص. إذا لا علاقة لا بالبرلمان بالشعب، واحد. اثنين، أن البرلمان ذاته ليس فيه من الآلية التي تحكم وتوجه عمله حقيقيا. إذا ما قصرت لجنة معينة أن تحاسب، كما هي الآن التقصير قائم في عملية متابعة والإشراف العام للبرلمان على مسار الحكومة التنفيذية. إذن العملية قلنا ونقول هي فاسدة، ولا يمكن أن يكون من الفاسد سبب لإصلاح. نعم، فاقد الشيء لا يعطيه. لكن دكتور، يعني هناك بعض المراقبين يقولون لماذا جهات بعينها لا تنقطع عنها الرواتب ولا تنقص كالقوات الأمنية والميليشيات، وأن الموظفين هم دائما ضحايا نقص الموارد؟ لكي نكون منطقيين ويعني منصفين، في كل دول العالم عندما تمر في ظرف غير طبيعي تكون للأجهزة الأمنية والجيش ظهورة استمرار الرواتب، لأنهم هم بقي صمام الأمان في إبقاء شيء اسمه أمان. ولكن دعنا نقول لماذا لا تقطع رواتب جهات لا نفع فيها فقط ضار، حتى البرلمان والرئاسات الثلاث، وأموال خرافية تصرف على ربحاء ما ربحاء، وما يسمى المساجين أو السجناء السياسيين، وكلها حقيقة الأمر أكذوبة كبرى، مبالغ خرافية. ثم المنافع الذاتية والمواكب الرهيبة للمسؤولين، لكل مسؤول 40 و50 سيارة مصفحة أو غير مصفحة، هذا كلها مصاريف عملاقة جدا. ثم نعود يعني المشكلة الكبرى، العراق ماذا يتكلم عن العراق؟ يعني لا نعطي جزء من الفساد، ولكن نبقى ونقول أن الحكومة هذه هي تكمل بعضها في عملية إخفاء الفساد والفساد ذاته. البرلمان يغطي عن الحكومة والحكومة تغطي عن البرلمان، لذلك دائما نقول لا إصلاح العراق إلا بالتغيير العملية السياسية برمتها بتشريعاتها بآلياتها. نعم، الحكومة التي ذكرتها أكثر من مرة دكتور، والتي لا تستطيع توفير رواتب للأشهر السابقة، كيف نفهم وعودها بتوفير درجات وظيفية للعمالة المؤقتة؟ هذا هو الكذب بعينه، والأسف الشديد جدا أن بعض الأخوة العراقيين يصدقون بالكاذب
ولو نقول أن وضعهم المأساوي يجعلهم يبقون على أمل ولو بصيص أمل، لكن كواقع حال الحكومة العراقية الموارد الداخلية التي تحت اليد قد تكون مصفرة، وأسعار النفط متذبذبة بالتأكيد واحتمالات كبيرة تستمر بالتذبذب، لأن الصراع قائم بين أمريكا وبين أطراف أخرى في جانب كبير من النفط، إذا النفط سيبقى لمدة طويلة متردي. الحكومة العراقية لم تجد نفسها بإيجاد زراعة أو صناعة قد تعطي مجال العمل أو المكسب الفردي الشخصي أو لأنه مدخل للدولة، أنهت كل شيء وسرقت كل شيء وباعت كل شيء، حتى تراخيص النفط أعطت النفط إلى الشركات الأجنبية، بحيث إذا العراق لم يصدر نفط عليه أن يعطي مبالغ للشركات. هذا كله جعل مؤسسة أو مفوضية حقوق الإنسان تقول أن 42% دكتور من العراقيين يعانون من هشاشة الوضع المعيشي. في الحقيقة أنا يعني لا أعرف ماذا يقصدون بهذه العبارة هشاشة الوضع المعيشي، لكن على أي حال هل يمكن أن تقود هذه الهشاشة إلى موجة ثورية جديدة يقودها الموظفون هذه المرة برأيكم؟ نعم هذا بالتأكيد، ولكن أنا دائما أقول يعني أتمنى أن لا يتحرك الشارع لأجل فقط يعني لقمة أو راتب، يعني حقيقة رغم أنه حق حتى يعيد أهله وعياله، أتمنى من الشعب العراقي أن يتحرك لأن يعيد وطن كما خرج الثوار تشرين أبطال أبنائنا. فنقول للموظفين يا موظفين انظروا لإخوانكم الفقراء البسطاء من ثوار تشرين خرجوا ليقولوا نريد وطن رغم أنهم لا يملكون درهم، شهداء يسقطون شهداء يتلقون القنابل الدخانية ولم يمكن في جيبه سوى ربع دينار. إذا نعم هذا ستعجل وستزيد في حراك الشعبي، ولكن نحن كوطنيين علميين نتمنى أن لا يكون الحاجة المالية هي المحرك، هي الدافع. نعم هي حق من الحقوق، حق من الحقوق، ولكن نتمنى أنه حبنا للوطن ولخلاص الوطن ولإعادة الوطن لأهله هو الحراك الحقيقي، لأننا لو أتخمنا مبلغ من المال التخمة ووطننا قد سلبت ثروته وسلبت سيادته، يجب أن نتحرك إلى سيادة أغلى وأعلى من الفقر. أشكرك جزيلا أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من بغداد.